FM. الكلمة ليك. هنا نحكي على غسان الهواش، إعلامي الرياضي معلق كرة القدم بدبي الرياضية والقاهرة والناس وقنوات الشو تايم. مرحبا بك غسان. مرحبا بك أمير، ومرحبا بكل مستمعي كاب فام، وإن شاء الله مولدكم مبروك. صحة زقوق غسان. دونك غسان موجود في دوري الإمارات العربية المتحدة طوى. كيف يا غسان، كليت زقوق ولا؟ والله ما زلت ما كليت. ما زلت. يمكن بعد نمشي هناك. صح غسان. دونك نذكر مرة أخرى سيد المستمعين معنا عبر الهاتف الإعلامي الرياضي معلق كرة القدم بدبي الرياضية والقاهرة والناس وقنوات شو تايم سابقا غسان الهواش. غسان، أكيد تابعت قرعة المنتخب الوطني، قرعة المونديال عفوا، المنتخب الوطني في المجموعة اللي فيها بلجيكا بنما والانجلترا. صحيح، تابعت كيما العباد الكل، وقعد قلبي يدق كل ما تخرج في شابو تروا باش نشوفوا مع شكون باش نطيحوا. نتبعوا كيما الفنيين والاعلاميين والشعب التونسي الكل، وجينا في مجموعه نتصورها مش صعيبه برشا ومش سهله برشا، يعني نكونوا واقعيين ان شاء الله نقدروا يعني نعملوا نتيجه ايجابيه مع الانجلترا، ويعني بالتأكيد في 98 قابلنا الانجلتير، وفي 2002 قابلنا بلجيكا، والناس هذوما نعرفوا تقاليدهم. بنما أول مرة تترشح، إن شاء الله المنتخب التونسي يحاول يعطي الماكسيموم، وإن شاء الله نكون في الدور الثاني على الشلال. غسان، شكون الأنهي المجموعة اللي كنت خايف منتخبنا يجي فيها؟ والله كنت خايف من اللي فيها البرتغال وإسبانيا والمغرب وإيران. شنو هي قولك في المجموعة الأولى اللي فيها روسيا السعودية مصر الأوروغواي؟ المجموعة الأولى تظهر لما تشوف تظهر سهلة، ولكن أنا ما كنتش أتمنى نطيحوا في المجموعة هذه، لأنه بشتيح في البلد المنظم تعرف، حتى عامل التحكيم وعامل الجمهور والأرض والضغط اللي بيصير على اللاعبين باش يخلي المجموعة هذه تكون صعبة برشا. نشوفوا احنا فما السعودية وفما مصر، نتمنى لهم بتباع الحظ أوفر وإن شاء الله يترشحوا الزوز على الشلال، ولكن المجموعة هذه باش تكون صعبة على المنتخب السعودي والمصري اللي فيها روسيا المنظم والأوروغواي ممسرين. بالضبط. مجموعة المنتخب المغربي غسان كذلك فيها البرتغال إسبانيا وإيران. البرتغال إسبانيا والمغرب وإيران، طبعا البرتغال غنية على تعريف البرتغال، وإسبانيا يعني بطل العالم، البرتغال بطل أوروبا. المغرب الجار من الناحية الأمامية، يعني من ناحية جنوب المتوسط. الكرة المغربية قريبة من الكرة الإسبانية شوية، قريبة من الكرة البرتغالية شوية. إيران طبعا ربما تكون صعبة المرات، ونعلم أنه إيران أول فريق آسيوي يترشح في هذا المونديال. مجموعة هذه حديدية بيت معنى الكلام. المنتخب المغربي، زيد أذكر سيد المستمعين زيد غسان، المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد في تصفيات كأس العالم هذه المقبل حتى هدف في تصفيات، دونك كرة قوي برشا للمنتخب المغربي. غسان، بإيجاز بنما بلجيكا تونس الانجلتير، قادرين نترشحوا ولا؟ بالطبع قاعد نترشحوا، احنا ماشيين كاس العالم راهو مش المشاركه، لازم يعرف الشعب التونسي ويعرف خاصه الجوارات، يعني لاعبي المنتخب اللي هم ماشيين كاس العالم باش يترشحوا للدوره الثانيه مهما كانت الاسماء. بلجيكا ليست بالفريق العملاق، يعني اوكي عندهم هازارد، عندهم كورتوا، عندهم فيلاني يلعب في مانشستر، عندهم لاعبين ممتازين، ولكن احنا كذلك احنا المساكني وعندنا الخميسي وعندنا بعض اللاعبين كذلك اللي باش يجي، وان شاء الله يعزوا صفوف المنتخب. بنما فريق بصراحه ما نعرفوش برشا، لكن تفرجت في المقابله الاخيره نتاعه اللي ترشح فيها، فريق طبعا بطموح التجربه الاولى في كاس العالم باش يعطي ما عنده، ولكن نجم نفوزوا عليه، لازم نحضروا لكل جمعيه يعني المباراه نتاعها. الانجلتير لعبنا لها في 98، طبعا جيل 98 اقوى برشا من جيل 2018، يعني المنتخب الانجليزي عنده تقريبا كين هو اللاعب رقم واحد المفتاح في المنتخب الانجليزي. نتوقع اللي بالتحذيرات ونعمل مقابلات على مستوى، يعني نلعبوا مع فرق تلعب الكره اللاتينيه باش نعرفوا يعني مستوانا ضد الفرق اللاتينيه، ضد فريق بنما او امريكا الشماليه عفوا. كذلك نعملوا منتخب مع مباريات مع منتخبات أوروبية، الكرة الإنجليزية تقريبا يعرفوها الكل، الكوتش نبيل معلول أكيد عنده فكرة كبيرة على المنتخب الإنجليزي والمنتخب البلجيكي بالتحضيرات بالجرينتا بالروح التونسية وبال
توكلوا على ربي ان شاء الله نكونوا في الدور الثاني ان شاء الله. علاش لا ان شاء الله. غسان الهواش اعلامي رياضي معلق كره قدم، شكرا جزيلا لتدخلك معنا عبر الهاتف من دوله الامارات العربيه المتحده. كابافان الكلمه ليك.